متابعين متابعات راديو ام في عدد جديد اللي ما راناش ساكتين، عوده بعد غياب صغير لاسباب لعده اسباب. للاسف نعود نولو في مرحله او في دون ان كونتكست تري ديفيسيل للجزائر ولعده دول في العالم. تدخل الجزائر للاسف مرحله غير مسبوقه في تفشي متحورات كثيره من كورونا وعدد الحالات، وسجلت نذكروا انه نهار الجمعه اللي فاتت سجلت الجزائر إصابات قياسية بكوفيد 19، أكبر يعني العدد الأكبر منذ ظهور وتفشي فيروس كورونا سنة 2020، وبلغ عدد الإصابات في نهار واحد 1350 حالة جديدة، وارتفع إجمالي المصابين بكوفيد 19 إلى 159,566 إصابة مؤكدة، وتحولت عدة محافظات جزائرية إلى بؤر للفيروس فيروس كورونا. تتصدر العاصمة، تتصدر هذه الأعداد ب 324 إصابة جديدة، يعني أكبر عدد سجل لحد الآن. ربما راح نمد لكم إلى كاين هناك نوفو بيلون، راح نمده لكم من دوك لنهاية عدد اليوم. موضوع اليوم ربما رانا نترقبوا، أو من المنتظر أنه السلطات تعلن عن حجر صحي ابتداء من هذا الأسبوع. ربما كاين هناك أخبار في مواقع التواصل الاجتماعي. اتصلوا بنا أنتم على 077 77، رقمنا كنت تشوفوه تحت الشاشة، رقم ما راناش ساكتين 077 77 66 98. عطونا هل أنتم مع أو ضد يعني قرار الحجر الصحي في هذه الأثناء الصعبة. ونذكر أن عدة مستشفيات جزائرية راهي تسجل نقص فادح في مادة الأكسجين، وهذا بالرغم من تطمينات المسؤولين الجزائريين عن وفرته، وكاين انتقادات شعبية كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي وحتى في الشارع عن هذا النقص الفادح اللي راه يؤدي إلى وفاة العديد من الحالات. لأنه سمعنا أنه أطباء وعمال داخل المستشفيات يقولوا أنه نقص الأكسجين راه يقتل أكثر من فيروس كورونا. ونذكروا أن وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزي قال اعترف بأن الإنتاج الحالي غير كافي لسد احتياجات المستشفيات في ظل وصولها إلى حالة تشبع بالإصابات الخطرة بفيروس كورونا. ونذكر أن السلطات الصحية الجزائرية كشفت أن كمية الإنتاج اليومية من الأكسجين تصل إلى 320 ألف لتر، تنتجها 3 مؤسسات صناعية محلية هي إيرغاز، ليندغاز وكالغاز، وشددت على أن الإنتاج كاف لجميع المستشفيات، لكن في أرض الواقع ليس هو الحال. يعني كان مشكل كبير تاع الأكسجين، عدد الوفيات راهو يتزايد بكوفيد 19 بهذا الفيروس. راح يكون هذا موضوع اليوم على 077 77 66 98. اتصلوا بنا قولوا لنا يعني ما هي قراءتكم الموضوع، ماذا تنتظرون، يعني ما هي القرارات التي تنتظرونها في الأيام القادمة للحد من تفشي فيروس كورونا، ولما لا الخروج من الأزمة في أقرب وقت ممكن في الجزائر، وربما لتوفير مادة الأكسجين في المستشفيات اللي أصبحت يعني هاد الندرة أصبحت قاتلة. دائما في مرانا ساكتين اكتبوا لنا كومنتار ولا اتصلوا بنا، راح نحاول نستقبلوا اول اتصال مع زملائنا الصحفيين راهم ان بو بارتو في الجزائر باش نعرفوا ما هو الوضع في مختلف الجهات في الجزائر. ديسي لا اتصلوا بنا ولا اكتبوا لنا كومنتار، راح نحاول نقراو ميساج. قولوا لنا الى ربما احكيوا لنا عن تجربتكم في المستشفى، الى عندكم اخبار من داخل المستشفيات شاركونا، الى عندكم تطلعات او راكم تنتظروا يعني صدور قرارات فيما يخص الحجر الصحي في الجزائر، وهل انتم خاصه انتم مع او ضد عوده الجزائر الى حجر صحي خاصه في هذه الاثناء الصعبه في ظل تفشي فيروس كورونا وارتفاع عدد حالات الاصابه. نروح لفاصل صغير ونعود نلو، بقوا معنا. عودة مجددا لما رانش ساكتين، نروحوا لعنابة نشوفوا مع مصطفى بن جامع الصحفي وزميل مصطفى بن جامع، نشوفوا الأحوال في ولاية عنابة في هذه الأثناء. أهلا مصطفى. أهلا بك. مرحبا بك. أكسمع فينا مصطفى؟
عيدكم مبروك. صح عيدك، صح عيدك، نسينا العيد خاصة في هذه الأثناء الصعبة، ولا غير نسينا العيد مصطفى. ما هو جي مواجه. قل لي مصطفى، كيف الأحوال في عنابة في هذه الأثناء؟ هل هناك نقص يعني في مادة الأكسجين؟ هل عندك معلومات حول الوضع داخل المستشفيات والمراكز الصحية؟ Actuellement, في عنابة, comme je pense, comme c'est le cas un peu partout en Algérie, c'est la catastrophe. Mais bon, c'est plus ou moins maîtrisé par rapport à d'autres wilayas, par exemple le Sfax, Alger et tout. Donc, Annaba, c'est plus ou moins, c'est plus maîtrisé. On est moins impacté que vous, je pense. Par rapport à l'oxygène médical, il n'y a pas de pénurie signalée pour le moment. En plus, apparemment, ils ont pris certaines mesures, par exemple l'augmentation de la production de l'INGAS, et aussi ils ont impliqué le complexe sidérurgique d'El Hajjar qui va produire à lui seul une quantité de 5 000 litres par jour supplémentaires, c'est-à-dire. Donc, D'accord. c'est pour éviter justement ce genre de pénurie mortelle. مصطفى قل لي، هل أنت تنتظر دخول ولا عودة حجر صحي، إقرار بالحجر الصحي في الجزائر؟ Bah, ce n'est pas à exclure. Je vois pas c'est presque, c'est devenu une évidence. Yani, petit à petit, pas à pas, on est rien là plein. Yani, donc on va directement vers le reconfinement ou bien le couvre-feu partiel. D'accord. Donc, c'est pareil. شكرا مصطفى بن، شكرا جزيلا مصطفى بن جامع، Ok. إلى اللقاء. Si تفضل tu تفضل permets, مصطفى، si tu permets, تفضل. oui. بيان سور. Kayn Lioum, le président régional de l'Ordre des médecins de Annaba, a attiré notre attention sur un truc qui est très important, c'est-à-dire que les autorités ont mis le paquet sur la vaccination. Ils ont installé, par exemple, à Annaba 74 centres de vaccination et tout. Mais. Il a mis il a attiré notre attention sur le fait que au niveau des centres de vaccination, les gens s'agglutinent, les gens attendent, il n'y a pas de respect des mesures barrières, il y a un monde fou qui attend son tour, d'énormes chaînes humaines, yani c'est devenu ironiquement des clusters Pour le Covid, oui. pour le Covid. Donc voilà, bon, pour lui, il préconise d'associer tout le corps médical privé et public à l'opération De de vaccination. vaccination. Voilà. Très bien, merci beaucoup Mustapha Benjamin. Ok, au revoir. هو رئي الأسكار ويقول لنا اللي راهو ضد الحجر الصحي راهو مع إبادة الشعب الجزائري. كملوا اكتبوا لنا كومنتار، راح نحاول نقرأ فو كومنتار، هل أنتم مع أو ضد العودة إلى حجر صحي في هذه الأثناء الصعبة؟ نعم، هو رئي الأسكار كذلك يقول لنا الحجر مع إخراج الجيش لتدعيم الشعب. ربما كان هناك قرارات أهم من ذلك. نروح لفاصل موسيقي صغير ونعود نبقوا معنا. عودة مجددا لي، ما راناش ساكتين هذه المرة، نروحوا للبويرة مع يونس سعدي. أهلا يونس. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك يونس، ما راناش ساكتين. الله يسلمك، واش راكم؟ كيف الأحوال في البويرة يونس؟ الحوار في بوراك كوم لو ريست دو بيي، لا سيتياسيون انكيتونت فوار بريوكيبونت. اون اريت با دابروندر des décès, on n'a pas de déplorer des décès malheureusement suite de Covid, des hospitalisations, on apprend des hospitalisations, des décès et la situation devient de plus en plus critique malheureusement. Une pénurie des bouteilles d'oxygène à Je viens signaler? d'apprendre depuis... Oui, pardon. Une pénurie des bouteilles d'oxygène à Euh, signaler à pour Bouira? le moment, on est à Bouira, on ne signale pas encore une pénurie. Il y a eu une pression pour le moment, si on peut qualifier ça de pression. On n'a pas encore atteint le stade de manque. Mais le risque est grand pour que on peut arriver à cette situation d'un moment à un autre.
Surtout qu'on apprend aujourd'hui que l'oxygène manque beaucoup à Béjaï. Après les cités, aujourd'hui, on signale les situations de détérioration au niveau de Alpas, Khalapa, Amizo. C'est maintenant que les camions commencent à acheminer les camions d'urgence pour régler le problème. L'idée, c'est surtout maintenant qu'il y a un nombre là, élevé de décès. J'ai appris qu'il y a 4 décès confirmés, c'est le minimum entre hier soir et ce matin au niveau de la Oumed. La situation est alarmante. Ça aggrave malheureusement. Et les solutions ne sont pas encore. Et le bout du tunnel n'est pas encore là. En parlant de solutions, Younes, il y a des rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux d'un éventuel reconfinement en Algérie. Que pensez-vous? Oui, pour le reconfinement, il est nécessaire des mesures pour stopper la propagation nécessaire. Aller vers un confinement de 2 semaines, au moins en ce moment précis, je pense que c'est indispensable. C'est le minimum qu'il faut faire. Parce que là, on est devant une situation critique. Bon, dans certains wilayas, ce n'est pas encore le cas, mais globalement, dans beaucoup de wilayas, on prend l'exemple de Blida, Alger, Tizimou, Bidjaya, Steve, Batna, dans toutes ces wilayas, la situation, on peut dire, elle échappe au contrôle ou sur le point d'échapper au contrôle. Et on ne va pas attendre 400-500 décès par jour pour prendre les mesures. Non, bon. Parce que là, maintenant, l'oxygène manque, les places dans les hôpitaux également. On ne peut pas attendre. On n'a pas le droit d'attendre plus, d'attendre davantage. Il faut agir maintenant pour éviter le pire, parce qu'on est déjà dans une situation difficile. Et là, le pire n'est pas loin de nous. Oui. Merci beaucoup, Younes Adé. Merci. Mehdi Mouloud Yannou suggère d'installer des hôpitaux de campagne dans toutes les places publiques. دين ناصر عفوا ويقول لنا لماذا لا تقام مخيمات مستشفيات في الأحياء لتقريب العلاج من المواطن دائما مع موضوع هذه أو ارتفاع حالات كوفيد 19 وربما إمكانية العودة إلى حجر صحي في الجزائر خاصة في هذه الأيام التي تعرف ارتفاع كبير لعدد الحالات الإصابات وتيرة الإصابات كذلك والوفيات. فاصل موسيقي ونعود نبقاو معنا. ناصر ويقول لنا نحن مع الحجر لكن بإجراءات واقعية وملموسة من طرف الدولة للقضاء على الوباء. عدنا اتصال هذه المرة من الجزائر العاصمة من عند رياض. أهلا رياض. أهلا وسهلا. مرحبا بك في مرانا الشتكتين رياض. مرحبا. رياض نتمنى انه مراكش يعني ما مسكش المرض لحد الان. قل لي شنو هي توقعاتك في هذه الايام القادمه، راك مع ولا ضد الحجر الصحي؟ انا طول الانستون الحمد لله انا بيرسونيلمون راني مقيدش بارابور لا فامي بروش، كيما عندي الاخت ديالي هي والزوج ديالها كنقاسو. انا درت لا بروميير دوز تاع الفاكسين تاع اللقاح ونرى بلي حنايا les autorités, elle invite les gens pour leur vaccination, mais il y a un manque terrible. Ma cache, l'État, il n'est pas disponible, madame. Je suis allé à la maison. وانا في هذاك كما يقولوا حجر كونفينمون او موان دو 15 جور باسكو الحاله راهي كما رانا نشوفوا فيها مالغري لي زوتوريتي على افونس دي شيفر ايروني، وهذا هو اللي يزيد يخلي لي جون انكونسيون كيقولوا 18 موا ولا 20 موت الله يرحمهم اطراف 48 ولايه و سي با فري. كي تشوف غير في لي بوست تاع فيسبوك كل بلديه احتمال بالخدم تلقاي 5 دي مور بار جور، هذه بلديه وحده. Alors là, sur toutes les communes à travers le territoire. C'est mal les données qui m'ont avancé par les autorités sont faussées. Elle a déjà le chab mesquin a eu 16 ans. Il colle normal, 18 morts, 10 morts. C'est-à-dire, s'il donnait les statistiques réelles, ben le chab, il doit être plus. On a une disponibilité à l'écart. La seule solution, c'est le.
الرياض آه غوندي شال الرياض قولي واش رايك؟ كاين بزاف الناس، كاين تخوفات في مواقع التواصل الاجتماعي حول الاقتصاد، يقول لك انه الاقتصاد الجزائري ونوعيه الاقتصاد الجزائري ما تسمحش للعوده لحجر صحي شامل، وخاصه الناس اللي يخدموا عمال ذات الدخل اليومي. واش رايك انت رياض في التخوفات؟ اي تخوفات هي معقوله، مي كما يقولون كون في بارتي الدوله تقدر تعاون تمد اعانات من بارتو دو الموند، تمد اعانات وتطبق الحجر بوندون 15 جور سي با انورم، ودارتو ديجا دوك الحجر الجزئي ا بارتي دو 13 اور 15 اور سياتو فا ريوسي، وهذا سي لا سول سوليسيون. او ميم طون اون باراليل لازم يكون لقاح ا غون ديشال، هذا هو لا سوليسيون، يا با دوتر سوليسيون باسكو لو نوفو فاريون هذا الى كونتاجيو avec une rapide, il est très rapide pour la contagiosité. وهذه هي الرأي ديالي. شكرا رياض، يعطيك صحة الاتصال رياض. الله يسلمك. إلى اللقاء. دائما في مرناش ساكتين نذكر أنه للأسف الأسرة الإعلامية فقدت صباح اليوم الصحفي والإعلامي بالتلفزيون العمومي كريم بوسالم اللي تأثر بفيروس كورونا بمستشفى تيزي وزوت، وفي عن عمر يناهز 49 سنة ربي يرحمه. كان هذا خبر محزن كثيرا، كاين بزاف ناس يعني توفوا في الأيام الأخيرة خاصة في الأسرة الإعلامية و الأسرة السياسية. نعم دائما في مرانا الساكتين على 077-76-98 اتصلوا بنا قولوا لنا أراءكم حول الوضع في هذه الأثناء، هل أنتم مع أو ضد العودة إلى حجر صحي شامل على الأقل لمدة 15 يوم في الجزائر؟ نروح لفاصل موسيقي صغير ونعود نبقوا معنا. عودة مجددا لمرناش ساكتين. ديدو واحدة ويقولنا بين المرض والجوع بالنسبة للعامل اليومي من يحمي المواطن؟ الدين ناصر كذلك ويقول لم ننسى معاناة سكان البليدة من الحجر الصحي الماضي، يجب تفادي الفوضى. عنا اتصال هذه المرة من مغيال، فريدة. أهلا فريدة. وي مساء الخير. مساء الخير، مرحبا بك في مرناش ساكتين. الله يسلمك، ميرسي. Écoutez, moi, mon intervention concernant le confinement directement. Oui. C'est bien beau de faire le confinement. Il est temps de le faire parce que l'heure est grave. Les morts sont à l'appel, les malades aussi. Cependant, on ne peut pas juste faire un confinement pour faire un confinement. Il faudrait absolument que l'État prenne conscience qu'il faut des incitatifs pour le faire et aider la population à faire le confinement. Mm-hmm. Dans les pays étrangers où ils ont eu recours un confinement strict, il y a eu l'État quand même s'est porté protecteur de la société. Normalement, le président, premier ministre, ministre de la Santé doit faire des annonces concrètes. Je ne sais pas moi. Le mois de juillet, vous n'aurez pas la facture d'électricité, vous n'aurez pas la facture d'eau. Mm-hmm. Je vois un travailleur autonome, vous allez lui demander de ne pas travailler alors qu'il n'a aucune source de revenus. Il faut absolument que l'État pense que Chab Meite Brouche, il ne va pas suivre parce qu'il a besoin de manger. De un, oui. Suspendre les factures récurrentes. Après ça, l'aide concernant l'alimentation, on a l'armée qui est en train de dormir dans les camps. Utilisez-les, faites de la distribution d'aliments essentiels. Deux semaines minimalement, ça prend deux semaines de confinement strict pour baisser la courbe de contamination. Oui. Sinon, on s'en va droit vers un mur. Et là, il faudrait que quelqu'un, quelque part au niveau de l'État, prenne conscience de ça. C'est quand même incroyable ce qui se passe maintenant en Algérie. C'est incroyable. Vous trouvez que l'économie va un confinement de 15 jours? Il faudrait écouter, les pays les plus développés ont eu recours à un déficit énorme, des déficits qui se comptent par milliards de dollars. Ils ont eu recours à ça pour sauver la population, pour sauver leur économie. La même chose. Quoi? C'est une question de stratégie, c'est une question de compétence au niveau de l'économie, des économistes
les ministères. C'est une question de compétence. On est capable d'aller dans un déficit pour sauver la population. Qu'est-ce qu'on a sauvé au bout du compte? Oui. On ne sauvera rien du tout à partir du moment où tu laisses les gens mourir. Qu'est-ce qu'on a sauvé dans l'économie? Mm-hmm. Il faudrait, même si l'État doit aller dans un déficit, ce n'est pas grave parce que les plus grandes puissances ont eu recours à ça. Mais il faudrait un plan de redressement par la suite. Il faudrait des gens compétents à leur place pour sauver le pays, que ce soit concernant la santé et l'économie. كل واحد dans son domaine travaille en parallèle. قال ماشي بك chaque ministère a quand même la compétence de travailler. Oui. Il faudrait que tout le monde soit conscient qu'il faudrait passer cette crise حتى وين تجوز, mais les économistes doivent travailler en parallèle pour le redressement par la suite. Parce que maintenant دوكا ماكش ما كاين économie, كش ما كاين, y a rien. Il n'y a rien, ni santé, ni économie, ni éducation, ni rien du tout sur tous les plans. À un moment donné, il faudrait que ça s'arrête quelque part et que les gens prennent leurs responsabilités au niveau du haut sphère de l'État. Farida, on ne parlera pas aujourd'hui de politique, l'heure n'est pas là, mais l'heure est vraiment de sauver le pays. Farida, parlez-nous un peu de ce qui se passe, de la situation à Montréal. Quelles sont les mesures prises Ça fait quand même 16 mois, 18 mois, on est passé par des confinements extrêmement stricts. Le confinement, c'est confinement. Nous, on a passé 15 mois, on n'a pas vu nos amis. On n'a pas été au restaurant. On n'a pas été au ciné. On n'a pas bougé. 15 mois de confinement strict. Le télétravail, bien sûr, il faut des moyens pour le télétravail. Le gros des gens qui étaient capables de faire du télétravail, on fait du télétravail, mais il faut avoir les moyens aussi, il faut avoir Internet correct pour pouvoir le faire. Oui. Et tout ce qui est essentiel, on n'avait pas le choix, mais les distanciations dans les lieux de travail, les barrières, les plexiglas ont été installés entre un employé et un autre. Il faut voir ce qui a été mis en place dans les lieux de travail, dans les magasins, les épiceries. Des minimums, c'est-à-dire ناس ما يدخلوش بالعرام داخل les magasins doucement. Il y avait par exemple, on comptait combien de personnes avaient le droit d'être en même temps dans une superficie telle. Al-Hadaya, c'est un magasin فيه, je ne sais pas moi combien de mètres carrés, ما يقدرش يكون كتر من 20 داخل le magasin, même s'il est énorme. Ça a empêché aussi, ça a beaucoup aidé. Ça a ralenti la propagation. Oui. Aujourd'hui, au Québec, écoutez, il y a rien, il y a pas de cas quasiment du tout, et les décès aussi zéro. On était très sévère, mais l'État était présent. Il y avait une aide gouvernementale. Mm-hmm. Tous ceux qui n'ont pas pu reprendre le travail. Et donc les restaurants, les serveurs, les cuisiniers, tous les domaines où les employés n'ont pas pu reprendre ont continué à avoir une pension qui venait dans leur compte pour pouvoir manger et payer ses factures. Mm-hmm. Parce que ça vient du fédéral, ils commencent à l'enlever parce que l'économie est en train de reprendre. Les restaurants, ça fait à peu près, je pense, 2 semaines et demie, 3 semaines. Les restaurants ont recommencé à ouvrir, mais je vous dis, c'est depuis le mois d'octobre de l'année dernière que ça a été fermé. Quand je vous dis strict, c'est strict. Un restaurant mahel depuis octobre de l'année dernière. Peut-être qu'on pourrait s'inspirer de Montréal, Farida. Du Canada. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Algérie, l'État algérien a je vais pas dire le privilège, mais a le confort de pouvoir s'inspirer de ce qui a été fait ailleurs et qui a réussi. Il faut être humble, s'inspirer de ce qui a été fait. S'inspirer et surtout réadapter certaines mesures, Farida. Nous n'avons pas la même économie que... Ce que le gouvernement doit comprendre, le gouvernement algérien, c'est que ce n'est pas avec la répression qu'on va réussir un confinement.
c'est avec de l'aide directe à la population, de la sensibilisation. Ah oui, mais c'est d'un côté, il y a un profit à million parce que la bavette, ça va aider quoi dans la santé là, pour éradiquer ce virus. Oui, en me ramenant un couffleur à la maison, en suspendant mes factures d'eau et d'électricité et de loyer. Là, le peuple va adhérer, le peuple y dit ma'ak. Mais qui dit les contraventions, ça ne marche pas. Il faudrait qu'à un moment donné, ce gouvernement comprenne cela. Donc voilà. Merci beaucoup, Farida. Révoltant, mais bon, c'est ça. Merci beaucoup, Farida. Au revoir. Je vous en prie, au revoir. Bonne journée. Bye. سيتي فريدة دو موريال تصلوا بينا انتم من الجزائر او من خارج الجزائر على 077-77-66-98 ولا اكتبوا لنا كومنتير ديدو واحدة ويقول لا توجد شفافية في ارقام الاصابات كيف نثق في اللقاح اولا وتوفير المؤونة ثانيا كذلك نعم تكملوا اكتبوا لنا كومنتير راح نحاول نقرأ كاع فو كومنتير او الاغلبية تاع فو كومنتير حول امكانية العودة للحجر الصحي في هذه الاثناء ولا لا ربما إلى عندكم اقتراحات لمشكل نقص الأكسجين في بعض المراكز الصحية ربما أو ما نقولوش كل الجزائر لأنه شفنا مع يونس في بويرا شفنا مع مصطفى بن جمع في عنابة أنه الوضع ربما موش في نفس الشيء في الجزائر العاصمة وفي ولايات أخرى ما زلنا دايما على مرناش ساكتين مع موضوع ارتفاع حالات الإصابات بإصابات كوفيد 19 والوفيات خاصة ومشكل نقص الأكسجين نروحوا لفصل صغير ونعود نلقاو معنا عودة مجددا لمرنا الساكتين نروحوا الخنشلة مع عبد الغني أهلا عبد الغني أهلا سلام مرحبا بك تخيب بنا وانت عبد الغني الحمد لله بس الحمد لله نتمنى أن المرض ما مسكش عبد الغني ما مسنيش وما كانش مرض مزمزل ما راكش مصدق بي كوفيد 19 عبد الغني حبيت نقول لك برك باللي البارح كان لي 24 جويي البارح في الموند كامل دي سونتين دو ميليي خرجوا كونتر هذا المافيا اللي حاكمه لو موند اللي قاعده تحصر في الغاشي على اللوك داون باش يديروا حجر على الناس وباش يضيقوا عليهم وباش ينحوا لهم الحريه تاعهم ما على بالي باللي ما شفتيش هالشي تقدري برك ترجعي تشارجي شويه تشوفي الناس البارح غاش في لندن موريال عبد الغني عندي معلومات حول ما يحدث في العالم كاين ناس راهم ضد التلقيح كيما كاين ناس راهم ضد الحجر الصحي وكل القرارات اللي ربما ترافق هاد قرار لا فاكسيناسيون لكن انت ربما الا ماكش مصدق بوجود كوفيد 19 كاين حالات وفيات وكاين كل واحد فينا نظن انه راه يشوف انه ربما يفقد شخص من العائله شخص من لونتوراج من الحي ما نقدروش نقولوا انه ما كاش كوفيد 19 انا في الميليو اللي راني عايش فيه راني عايش فيه وسط الناس هادشي كامل ما شفتوش هاد لي ديتاي كامل حبنا نتبع لي ديتاي تبعت بزاف لي ديتاي البارح نعطيك ان اكزومبل سامبل البارح طلعت مع واحد فاميلا شويه بدا يهضر ورجعت الكورونا هي من قلت له كيفاه عرفت كشما صرا لك انت كشما واحد تعرفه قال لي انا ذاك النهار طحت وعندي مرضي واسمه ولا غريب والسخانه وما قدرتش نتنفس ومن هي معليش قلت له من بعد واش درت قلت له راه قال لي رحت وخلصت 320 ميل باش درت له واسمه لو تيست ومن بعد وين راه خرج لي لو تيست قلت له نيجاتيف قلت له ما عليه تهضر بعد يقول لي ما كاين لي موراك ما سمعت وقلت له وين حكى لي على دي جون انا باسكو حنا عايشين في بلديه صغيره 30 ولا 40 باش نعرفوا بعض انا قال لي فلان وفلان قلت له ربما البلديه اللي راكوا فيها عبد الغني ولا الحي اللي راك فيه ما كاش حالات ما يعنيش انه ما كاش كورونا في الجزائر عبد الغني وهي خلي يكمل لك قلت له قال لي فلان قلت له هذاك جاري عنده كونسير قلت له فلان عنده اسمه كبير عنده كذا واش حبيت نقول لك برك باللي هذه لي مالادي اللي اسمه لي مور سورتو اللي يحكيوا الرعب هذا دايرينه في العالم كله جاي من حاجه واحده هادو الناس اللي يديروا لهم بار اكزومبل يقول لك هذا عنده اسمه خمسه ماتوا سته ماتوا تلقاهم اون جينيرال واحد عنده كونسير واحد عنده كبير واحد عنده القلب ومن بعد في الاخر واش يزيدوا له باللي داروا له ان تيست تاع الكوفيد ولقاوه بوزيتيف الور مات بالكوفيد نو مات عنده مرض كرونيك مات بالسكر مات كبير مات عنده كونسير الور راهم يكذبوا علينا مضمون.
من حقك، هذا رأيك عبد الغني، هي لكن على كريم بوسان. كريم بوسان ما اختار مرة بكورة، ماهوش كوفيد. هذا الفو الفو توجور تتبعوا الحواجب بلي ديتاي. ربما هذا رأيك عبد الغني. شكرا على الاتصال. عبد الغني مازالك على الخط؟ وي راني يعني معاك يا مضبزل. قلت لك برك الفو برك الناس باش ما تنشرش الاشاعات، باسكو هذه راهي اشاعات. الشيء هذا كله راه نشوفوا فيه في الميديا. نهضر مع اي جزائري، اي جزائري عايش في ميليو يشوف برك يهز الواقع تاع الميليو اللي عايش فيه، هو خوه جاره والحاجه اللي يشوفها هو برك الفو. الفو با تامن واش راه يمشي في لاتيلي. مانيبيلاسيون توتال. الناس راهي تعب دوكا، لكن ربما زياره صغيره في المستشفيات ربما عام ونص وهما يكذبوا علينا عام. الناس دوك تعبت. قلت لك البارحه مئات الالاف في لندن في ترافل كار في اي بلاصه ماشيين يقولوا بعيد من هذا الكذب، باسكو تعبوا من هذا الكذب. كل نهار يخرج عبد الغني باش ما نغلطوش الراي العام، كاين خروج الناس راهم يتخرجوا ربما في بعض الدول ضد التضييق، لانه هما يعتبروا انه فرض فرض لا بعد تمام في الجزائر. عبد الغني نكمل برك الفكره تاعي. فرض التلقيح هما يعتبروه تقييد للحريات، وخاصه الحجر الصحي. مش ما نغلطوش الراي العام فقط. نو حبت شويه برك، باسكو لو هذا اللي تري سونسيال. انت قولي لي ديجا المشكله في الكوفيد هذا على بالك ان على الناس على خرجوا لو كوفيد حاجه، مي خرجوا على حاجه اكبر حتى من لو فاكسين هذا. انه خرجوا قال لك هذا الكونفينمون وهذا اللوك داون اللي حبسوا في الناس في ديارهم، هذا تعدي على الحريه تاعك. نعم ما تديليش الحريه تاعك. نعم. ما تقوليليش اوبليغاتوار من الطلبات. راهو تعدي على الحريه تاعي انا. وراهو هذا كل فهموه هما بعد جربوه. باسكو اللي عايش في الانجليز راهو عنده حياه خير منك. عنده مثلا الغوفرنومون اعطاته شهريه وهو قاعد في الدار، عنده سبيطارات ملاح بصح مالغري هذو كله فهموا لو فيلم. ما ديرولناش كونفينمون، ما تحبسينيش في داري. هنا في الجزائر يجيك واحد باغ اكزومبل درك السمانه هذه يرجعوه سيبوزون، يرجعوه في لالجيري ولا في كالكو ولايه، يجي يقول لك مثلا من السبعه تاع العشيه لخمسه تاع الصباح تقعدي في دارك برك تستنكس. يقول لك ادخلي يجي ان بوليسي اللي نورمالمون يحميك، يجي يحبسك في دارك. سي با نورمال، ما يصلحش. باسكو ميم كي ترجعيني انا دركا تقولي لي من السبعه ما كانش، وبعد غدوه الصباح يخرجوا الناس كيما بكري ويروحوا للسواق ويروحوا بارتو ويتخلطوا في ما سي با كوم سا. هذه راهي كذبه. الفو الناس كامل تسقسي روحها وما تامنش واش تسمع في لاتيلي. باسكو هذو اللي عيطوا لك كامل يجيبوا في اخبار ما نعرفش منين يجيبوا فيهم. انت راك تهضر ولاباس عليك وصحيح يا ريان. هذا التعاون نقص الاكسجين هما تو في البلاصه الفلانيه، اليوم يهضروا على تبسط البارح يهضروا على نو ما كانش. هذا راهو كذب. الفو الناس يكونوا ريزونابل ويعيشوا برك. درك اللي طاجيري عندهم عام ونص وعايشين في الكوفيد، يدخلوا في السواق مع بعض لا بافات لا والو، وعايشين في الديار كيف يتخلطوا مع الاف الناس في النهار. ومن بعد يجي يقول لك همات وين مات وين شفتهم انت؟ نعم الناس ماتت. سي با كوم سا. اذا واحد سمع وهذو ما تهمهمش هذو تاع جون سي با هذو لا 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 الناس اللي يقول لك هم ماتوا 10 ريال، شكون قالك؟ ممكن هذاك راهو عنده مرض تاع قلب مرض تاع انا هذو اللي عبد الغني. احنا ما راناش اخصائيين وما نقدروش نحكموا لانه ما شفناش كل الحالات اللي حالات كوفيد 19 ولا حالات الوفيات يعني يوم حتى احنا ما انا مانيش بالعين المجرده ما نقدروش نجزموا. انا باغي حاجه برك، كل جزائري ما تشوفوش حتى الواحد حتى انت، هو شوف الروح كبرك واش تعرف انت. نعم الوعي اسكو هذا الشيء كاين، اسكو تعرف واحد ولا جارك ولا صاحبك ولا شفت هذا الشيء. الناس كي تبدا كل واحد يسقسي روحه برك يدرك يفهموا باللي راهو الشيء هذا كله راهو خرطي وكذب. ما نحتاجوش يحبسونا في ديارنا، نحتاجو نبنيو بلاد، نحتاجو نحيو حكم العسكر ونديرو بلاد تاعنا. سولا نونكاش كو فو عبد الغني. شكرا جزيلا على الاتصال. صحيح مازال دائما على مرناش ساكتين. الدين ناصر يقول لنا عندنا مشكلة الثقة بين المواطن والسلطة، لأن المواطن يتخوف من طريقة التسيير الأمني للحجر الصحي. المشكلة كذلك نفس الشخص يقول المشكلة في الشفافية في الخطاب الرسمي، لأن المواطن أصبح يشكك في كل شيء. كما عبد الغني شتو أنه يشكك في وجود فيروس كوفيد 19. الحيطة والحذر في هذه الأثناء، حتى ولو يعني ما تشفتوش ولا ما لاحظتوش أي حالة وفاة ولا أي حالة كوفيد 19 في الحي أو في مكان الإقامة أو في العائلة، هادشي ما يعنيش أنه ما كاش هاد الفيروس وما كاش يعني ما يقللش من خطورة هاد الفيروس. الحيطة والحذر في
لازم في هذا الأثناء. مازال دائما على ما رانيش ساكتين على 077 77 96 98، اتصلوا بنا ربما عطونا آراءكم حول إمكانية عودة إلى الحجر الصحي ولا لا في الجزائر، هل أنتم مع أو ضد هذا القرار؟ Moi, je suis pour un confinement strict à la chinoise. طريقة أو ما المعمول به في الصين. الدين ناصر يقول الوقاية خير من العلاج. مراد بن يحيى يقول أنا ضد الحجر الصحي. تتباين الآراء وتختلف كذلك في حول موضوع العودة إلى حجر الصحي وتطبيق حجر صحي شامل في الجزائر. معنا اتصال سمير من تيزي وزو. أهلا سمير. ألو. أهلا سمير، مرحبا بك في مرانا ساكتين. السلام عليكم. سلام. راديو ام، راديو ام، راك على المباشر سمير، راك مع اميره بوجمعة على المباشر. الزول في اللون. الزول سمير. دونك في تيزي وزو، جوج ابل دو تيزي وزو. مرحبا بك في مرانا ساكتين. تزوالا ان شاء الله يرفع هذا البلاء علينا. ان شاء الله ان شاء الله. ربي يرحم اللي توفاو. نعم. وربي يشفي كل مرة. نعم. وربي يكون في عون العائلات، عائلات الضحايا خاصة. فوالا، وربي إن شاء الله يخفف على المعتقلين أيضا ما ننساوهمش، وربي صحيح. إن شاء الله يسترهم. صحيح. دونك أنا راني من درع بن خدا. راني من درع بن خدا. ألور عندنا دوز لوبيتو هنا، كاين لوبيتال كارديو وكاين لوبيتال تاع لي كونسيرو. ابارامون دوكا هذا تاع الكارديو اللي ديفني سبيسيال بور كوفيد. راه كوفيد دوكا صافي دو جور هكذاك. فرونشمون انا جي فينيرابل، دونك جي ديابيتيك ازماتيك انسي تويت، دونك جي سور با، جيساي دو ريسبكتي دي ميزور. دونك واش حبيت نقول؟ كيفاش الاحوال في تيزي وزو سمير؟ عندك معلومات؟ في تيزي وزو والله غير مادام على بالك، جونتون كو دي زومبيرونس طريق العين هابطين، دي زومبيرونس ماهمش حابسين. للاسف وي مالوغ. دي زومبيرونس ماهمش حابسين، ويونكور بور لابروفيزيونمون تاع الاكسجين. لا دانيير فوا ابارامون لو كاميون هذاك جاهم متوغور، فوز ايماجيني متوغور. دايور شفت سور ريزو سوسيال الشوفير هذاك كي باسي 5 جور ما رقدش من تو بورت، الوغ كو رانا نشوفو ابارامون يا لاندستري فارماسيتيك هنا في واشمو في روي برغايا، مي جي مدوموند انا يجيك لو كاميون من تو بورت، مي فريمون اون جيستيون كاتاستروفيك، اون جيستيون كاتاستروفيك. دونك ابروبو واشمو لي ميزور كون ابري، الانسان لازم يكون واقعي. نو سون بور الكونفينمون الصحي التوتال هذا، مي بروبليم سي كو اوني با كابابل، يعني سي لو بلان ايكونوميك والله غير يل بوف با سا سي سيور. الا ريغور او موا امبوزي هادو لي ميزور بوتيتر، باسكو باش يخلوا الناس سيرتو هادو الترافايور تاع البريفي يتبقى رستي سيستون. دونك اذا كان ما قتلهمش الفيروس، يقتلهم الجوع ولا يقتلهم حاجه اخرى، ورانا مع الماء ورانا مع الالكتريسيتي ورانا مع كذا وكذا. دونك يفو ريفوار لي شوز. سي كي جي ماركي يا با يو دي سيدو دي كريز، ما كانش لا سيدو دي كريز، سي با نورمال. لا دوزيام دي شوز بور لا بوليميك هادي، اون اريف با لا مانيير دونت يو فات لي فاكسان هادو. هادو لي فاكسان نورمالمون كاين ان بروتوكول داروه دارتو لو ام اس لو ام سي، نورمالمون يفالي دي ريسبكتي. الناس راهي دير فراسي لا سيرولوجي، اللي تجد دي سيرولوجي الناس راهي سي دي ميدسان سبيسياليست، راهم يقولوا الاخر بور لي غلوبيل روج وبور لوكسيجين انسي تويت. جو سوي با سبيسياليست، ولكن بوكو دو مالادي بوف دير يعني مع الاخر لي غلوبيل روج لما ينقصوا طول الاكسجين. سي با يعني كيما نقول لك نيسيسيرمون دو او كوفيد. سمير، نعاود نولو لموضوع التلقيح، موضوع الفاكسيناسيون في عدد اخر اللي ما راناش ساكتين، لانه هو كذلك موضوع مرتبط بالازمه الصحيه. باش نلخصوا فقط، اسكو انت مع او ضد ان كونفينمون حجر صحي؟
العوده للحجر الصحي في الجزائر. بونس لي كونفينمون اي تي انيفيتابل اي تي انيفيتابل اي فون مي باسي على الكونفينمون توتال باسكو بون اي فولي سي كون ميم لاخر اللي ما عندوش اي سبب ولا ضروره يخرج ما يخرجش. مي اللي عنده الخروج هذا للضروره لازم يكون هذا اون بو با انكور امبيشي لي جون راحوا يخدموا مي اون موان نقصوا اللي ما عندهمش واش يديروا في برا ما يخرجوش ولا يقعدوا في الدار على الاقل يكون ان موان باش يكون لو ريسبي تاع الاخر لي ميزور هادو ديستونسياسيون باش يكونوا دوتر ميزور اون موان اللي يخدموا هادوك يكون عندهم ان اسباس يعني بلو 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 فاست باش يكونوا بعاد هكذا كاين الاكتراض من الناس اللي راهم خارجين من ديورهم بور ريان دي تو. سيفاي شكرا جزيلا سمير يعطيك صحة على الاتصال. توفيق ان شاء الله. الى اللقاء. السلام عليكم. لحقنا لنهاية عدد اليوم لي ما رناش ساكتين. نعطيكم صحة كل واحد اتصل بنا. شكرا جزيلا على المشاركة على فو كومونتير. ما عليا غير نقول لكم خذوا حذركم، احترموا التباعد الجسدي وما خاصة الخروج، ما تخرجوش من المنزل الا للضرورة خاصة في هذه الايام. ما تخرجوش من المنزل، خذوا احتياطاتكم حتى ولو كان ما كاش يعني صدور قرار الحجر الصحي، طبقوا الحجر الصحي انتما في المستوى الشخصي. شكرا جزيلا، الى اللقاء.